يوصف بأنه أحد صقور الحزب الجمهوري. كان نائبا عن تيار الشاي اليميني المتشدد في مجلس النواب قبل أن يترأس وكالة الاستخبارات المركزية CIA منذ نحو عام. مايك بومبيو يصل إلى الخارجية مسلحا بتوافق يكاد يكون مطلقا بين مواقفه وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحديث عن بومبيو كوزير الخارجية ليس جديد أيضا، كان متوقع منذ فترة لأنه لديه ثقة مباشرة مع ترامب، كان يلتقي فيه يوميا منذ 15 شهرا لإيجازه عن التطورات الاستخباراتية، فبالتالي بنى علاقة معه. أما دخول بومبيو إلى الإدارة يغير الدينامية من ناحية أنه لن يكون قريب من الجنرالات، لسيما ماتس وكيلي ودانفورد، سيكون لديه دينامية مختلفة، سيكون أقرب إلى الصقور. وفي وقت كانت إيران أبرز الملفات الخلافية بين ترامب ووزير خارجيته المقال ريك تيلرسون، فإن وزير الخارجية الجديد يشارك ترامب انتقاداته للاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، بل يطالب بإلغائه. ويتعهد بومبيو بالاستفادة مما يسميها الأخطاء في التعامل مع إيران وعدم تكرارها مع كوريا الديمقراطية. إذا خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وهي على أبواب الدخول مع كوريا الشمالية في الاتفاق النووي، هذا سينعكس أيضا على السياسة الأمريكية في آسيا، فلابد من التفكير جديا. وبومبيو لن يجلب معه ثورة كبيرة في الإدارة الأمريكية، أي تغيير كبير، لأن موازين القوى لا تزال ثابتة من ناحية ضعف وزارة الخارجية في المكون مجلس الأمن القومي. ويأتي التغيير في الخارجية في ظل استحقاقات كبيرة تترقبها واشنطن، كالتوقعات بالكشف عن تفاصيل صفقة القرن بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمحادثات الجدية حول الأزمة الخليجية، إضافة إلى القمة التاريخية المرتقبة بين ترامب ورئيس كوريا الديمقراطية. قرار ترامب تعيين بومبيو وزيرا للخارجية يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ، وقد حدد المجلس مطلع الشهر المقبل موعدا لبدء جلسات الاستماع لبومبيو تمهيدا للمصادقة على تعيينه، وهو أمر ينتظر أن يمر دون عقبات من قبل المجلس. وفاء إشباعي، CGTN العربية، واشنطن.